بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف دلوقتي ازاي نقدر نعمل سيف فايل لاي سواء رافت او بايل كاب لوحده. الموضوع بسيط جدا، انت تاخد الفايل اللي عندك اصلا بتاع اي مشروع عندك قديم، وليكن المشروع اللي قدامنا دوت، وتبتدي من خلاله تعمل الفايل الجديد. ازاي؟ افرض انا عايز اعمل بايل كاب رباعي مثلا، همسح كل حاجه ما عدا البايل كاب الرباعي ده، ولو عايز اكتر من كده اخد اهو بايل كاب كبير اهو زي ده واقعد اعيد رصه تاني. فانا هفترض معاك ان انت عايز تعمل بايل كاب بدل الكبير ده، فانت هتقوم تعمل له سيلكشن الاول. اول شيء تعمله طبعا يكون الفايل لسه فاتحه، فاول حاجه هنختار فقط البايل كاب دوت اهو اخترناه، وبعدين رحنا على سيلكت وانفرس سيلكشن. انفرس سيلكشن هنا هتمسح لي كل البايلات بالكاب بكل حاجه ما عدا اللي انا اخترته في الاول. يبقى انا بعد ما اخترت ده قلت له انفرس سيلكشن من سيلكت انفرس سيلكشن كده، خلاص ده الفايل بتاعي. اقدر بقى اتاكد من الاحمال، اعيد وضع الاحمال بتاعتي. انت عندك الاحمال بتاعتك عامله ازاي؟ هنا طبعا دي الاحمال، عشان تشوفها تقول له هنا عايز اشوف اللودز اللي جايه سواء بتاعه ديد او لايف او ما شابه. دي اللي جايه من الفلورنج فقط، اللي هي الاحمال اللي جايه على الكاب نفسه، لكن عايز الاحمال اللي جايه من فوق من العمدان. العمدان اللي جايه من العمدان بتبقى حاجه اسمها فلوم لود اباف او ما شابه. ماشي. طيب تعال نشوف مع بعض دلوقتي القصه ماشيه ازاي. فطبعا هتشوف الاحمال من 3 دي افضل هنا عشان تتاكد الاحمال دخلت صح ولا غلط، وبعدين تزوم على الارقام اللي موجوده اهوت، وبعدين اهوت ناخد لود منهم. هتلاقي اللايف لود بتاعك 344 كيلو نيوتن، الديد لود بتاعك 4700 يعني 470 طن، وهكذا عند كل نقطه من دول. طب انت دلوقتي عندك حاجه تانية، انت مش عايز الاعمده دي او الكلام ده، عادي جدا ممكن تمسح بصوره جديده جدا كل الوولز اللي عندك بدل ما تتعب في مسحها وكده. وارد جدا انك انت تقول له سيلكت وتاخد سيلكت للحيطان بتاعتك بروبرتيز، وتاخد الوول بروبرتي بتاعتك، خد الوولز كلها وامسحها اهوت. فطبعا هتتمسح ومعاها الاحمال. البوينت لودز بتاعتك وارد جدا انك انت تعمل لها عمليه تصفير كلها. ازاي الكلام ده؟ بتخش على اديت بالمنظر ده، وبعدين تقول له عايزين نعمل حاجه اسمها انتر اكتف داتابيز اديتنج، وبتقول له عايزين الاساينمنت كلها بتاعت اللودز اهو، تاخد كل الاساينمنتس اللود بتاعتك، وتقول له عايزك توريني اللودز بتاعتي بكام. طلع لك اللودز بتاعتك في الجدول خلال ثواني، طلعت لي الجدول بالمنظر دوت. ببتدي اخده من هنا، مدوس هنا بيختار في المربع ده تحديدا، بيختار الجدول كله، بقول له ديليت، امسح الكلام ده واقول له ايه ديليت الكلام ده كله بمفتاح الديليت اللي في ايدي اهو، ديليت في الكيبورد، مسح كل الكلام ده بالديليت بتاعت الكيبورد، وقلت له دن. اما اقول له دن خلاص كده اصبح ولا حمل موجود عندي على البلان. اصبح كده عندك دلوقتي داتابيز جميله جدا، البيانات قدامك اهي، تقدر تمسح فيها، تحركها يمين تحركها شمال، مش عايز المنظر ده، عايزها مثلا تكون استجارد او ما شابه، تبتدي تمسح وهكذا. يعني امكانيه انك انت تمسح بايل وتسيب بايل موجوده اهو، مسحناهم بحيث تبقى كانها استجارد. ايا كانت اللفه بتاعتك اللي انت بتمسح فيها، بتشكل البايل كاب الجديد بتاعك بالطريقه اللي انت عايزها. هنفترض مثلا ده الوضع النهائي للبايل كابس الجديده اهو، زي ما اتفقنا ان احنا بنحاول نحافظ على ايه؟ على ان يكون عندي بايل قديم، بايل كاب قديم واشتغل منه. عايز احرك بقى، عايز اقيفه على الوضع الجديد، عادي جدا بقف على نقطه هنا، عايزك افرض البايل كاب الحقيقي بتاعك اكبر من كده اهو، اخد النقطتين دول واقول له حركهم شمال، اديت موف بوينتس، هنعمل موف للبوينتس دي للشمال من قائمه موف، واقول له روح لي بيها ماينس 0.5 متر مثلا 0.5، تلاقي البايل كاب كبير نص متر. طيب عايز احرك الجزء اللي على اليمين ده بمقدار متر اهو، اخترت النقطتين الاول قلت له اديت موف بوينتس، رحت رايح موف وقلت له حركه لي متر من على اليمين. انا بس بديك مثال انك ممكن تعمل ايه، وهكذا جميع النقط. ماشي. يبقى انت كده عملت بايل كاب مجمع عليه اكتر من حاجه. هتيجي تحط اللودز ازاي بقى؟ تيجي بعد كده تاساين لود بتاعك، عادي جدا انك تبتدي تقول له اساين لود. لازم اول حاجه تعمل البوينتس اللي هيجي عليها اللودز اللي جايه من فوق، تاساين بوينت الاول، تعمل درو لبوينت، لازم ترسم نقطه الاول. وطبعا عشان ترسم النقطه ارسمها على شكل بيم الاول. يعني اقول لك ازاي، يعني ارسم كده مثلا ادي البيم بتاعتك هي، ايا كان قطعها يطلع لك عايز قطاع كام، اختار اي قطاع انك هتمسح الكلام ده، هتمسحه بعد كده اهو. دي اول نقطه الى ثاني نقطه الى ثالث نقطه الى رابع نقطه
كل نقطة بقف عندها هي مكان حمل من أحمال العمود اللي أنا عايز أمثله، خلاص هيطلع شكلها أيا كان الشكل. أنا اللي يهمني يا جماعة زي ما قلت إن أنا عايز أجيب البوينتس دي اللي أنا اخترتها هي دي اللي هتبقى اللي عليها الأحمال، مش مطلوب أكتر من كده. بعد كده أعمل إيه؟ أقول له لو سمحت عايزك توريني البوينتس دي تكون فيزيبل، شلت كلمة انفيزيبل أهوت، ظهرت النقط. أبتدي بقى أمسك الأحمال بتاعتي، الساين، أختار النقط بتاعتي أهوت، أخد النقطة دي مثلا. أنا حتى طبعا هقعد أشرح على إن أنا هختار النقط كلها أهو، أبتدي أختار النقطة دي الأول، كل نقطة منهم سيلكت أهو، أطلع على موضوع السيلكت ده وأختار النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي وهكذا. همسح البيمز في الآخر، ما أنساش إن أنا همسح البيمز دي في الآخر، أنا عاملها بس خطوط عمل عشان أستفيد منها إن أنا أقدر أعرف راسي من رجلي. اخترت كل النقط ديت، طبعا المفروض بتاخد نقطة نقطة تحط عليها الحمل بتاع العمود اللي جاي من فوق، ماشي. وأقول له أساين لود داتا، اديني بوينت لود اهو، ده الرياكشن بتاع العمود اللي فوق اللي هو مقداره مثلا ماينس كذا. طبعا هو اصلا بالماينس فادي له 1500 كيلو نيوتن، مفيش ماينس بقى لانه معروف الماينس هو ده، ماشي، هو اوريدي بالماينس كده نازل لتحت وهكذا. ابتدي اخد النقطه دي ودي ودي، برضو دول النقط من اللي انا مثلتهم على اطراف البيمز، واقول له اديني احمالهم كذا، الساين لود داتا بوينت لود كام، ماينس 2000. كل ده لاني كيس لللايف تكير. بعد كده اكرر نفس الكلام واختارهم تاني، اقول له مثلا previous اهو، اخترت النقط تاني واقول له assign load data point load، اطلع هنا على اللايف اخليه ديد وهكذا. طبعا عشان كده بنفضل عملية التصدير من التابس للسيف، مثلا ده خليت الديد بتاعه minus 5000 مثلا بتاع النقط دي وهكذا. هتلاقي نفسك انت خلصت الايه عملية التمثيل بتاعت الارقام الخاصه بالبايل كاب، تيجي في الاخر خالص تمسح البيمز كلها اهو، تقول له سيلكت باي بروبرتيز على البيم بروبرتيز، مسحتها كلها، هي البيم دي هي البيم اللي كانت عندي، اتبقى لي البوينتس اللي عليها اللودز، ارن الفايل على هذا الاساس. طبعا في تعب كبير جدا هتتعبه عشان تقعد تحط الاحمال بنفسك، عشان كده زي ما اتفقنا التصدير من الايتابس هو الافضل، ماشي. بعد ما تخلص اللود كومباينيشنز جاهزه، من لانك انت واخد فايل اساسا اوريدي، اف انت مش عايز تاخد الويند والكلام ده خلاص امسح كل حالات الويند، توقف على الحالات اللي انت عايزها وتقول له ديليت، ماشي. والاولى عشان تمسحها اسرع خش على اللود كيس بتاعتك وامسح حاله الزلازل مثلا، انت مش عايز زلازل في الفايل ده ولا عايز ويند اهو، توقف على كل الحالات دي بشيفت، توقف على اول حاله منهم لغايه اخر حاله وتدوس عليها كلمه ايه شيفت، وتدوس على مفتاح الشيفت، هيختار كل دول، اقول له اعمل فيهم ايه ما عدا اللايف لود، طبعا انا عايز اللايف لود عايزه، ويمكن خلاص كده اقول له ديليت الحالات دي، اتبقى لي فقط اهو قاعد يمسح فيهم كلهم، بيتاكد لي واحده واحده لانه ايه اهو خلاص اصبح الكيسز بتاعتي اللي موجوده عندي هي اللود ايه اللود كيسز فقط كذا وكذا وكذا. طبعا مش مفترض ان هو يمسحهم كلهم اهو، ديليت الكيسز كلها يس، مفترض ان هو يوافق على مسح كل الحالات ديت اهو، واقول له اوكي خلاص. بعد كده في اللود كومباينيشنز بتاعتي، ادي اللود كومباينيشنز، المفترض هو اوتوماتيك حتى لو اختار الحاله مش هيلاقي غير الديد مثلا، ما تمسحهمش دول، هتيجي هنا مش هيلاقي غير الديد او الديد واللايف، يعني هيفضل دايما في كل الحالات اللي انت شايفها دي حتى لو موجوده مش شايف فيها غير الديد واللايف. اقول له اوكي على كده، رن الفايل وطلع النتائج. شكرا.